جزاكم الله خيرا، أنا رجل أقوم بذبح الأغنام ويأتي وقت الصلاة وأنا في ثوبي نقط من الدم، هل أصلي بهذا الثوب أم يجب غسله أولا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الدم من الذبح، يعني من الدم الذي يشخب من الذبيحة من أوداجها، فهذا نجس لأنه دم مسفوح وهو نجس، يجب غسله، ولا تصلي بالثوب الذي فيه هذا النوع من الدم. وأما إذا كان هذا الدم مما تبقى في اللحم فإنه طاهر ومسموح به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يعني معفو عنه. الحمد لله. الحمد لله. إذن هناك تحديد لنوعية الدم الذي يكون في الملابس؟ نعم.